جي إن مرشح الحزب الديمقراطي هو الفائز في الانتخابات الرئاسية المبكرة في كوريا الجنوبية. استطلاعات الرأي أشارت الثلاثاء بعد إقفال صناديق الاقتراع أنه حصل على نسبة تزيد عن 41% من أصوات المقترعين، وقد تقدم ب 18 نقطة عن منافسه المحافظ هونغ جون بيو. مون جي إن هو محام ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، ويأمل باستئناف الحوار مع بيونغ يانغ، كما يرى نفسه قادراً على اتخاذ قراره المستقل عن واشنطن. مون يحظى بشعبية كبيرة، وكان قد شارك في تظاهرات 2016 المعارضة للرئيسة المقالة بارك جوين هاي التي ستحاكم بتهمة الفساد وإساءة استغلال السلطة.